أتت ابنتي الصغيرة تينا. ما المستقبل الذي ترينه لابنتك؟ في الحقيقة أريدها أن تصبح عارضة أزياء مثلي، بل أكثر، ستكون أفضل مني. وسؤال آخر؟ حسنا يكفي، انتهت المقابلة، الطفل يحتاج إلى الراحة. لا لا لا، هيا وداعا وداعا. حسنا، ستصبح ملكة جمال الصغيرة اليوم. أمل أن أفوز، أمل أن أفوز. يجب عليها أن تفوز. وفازت. من هي برأيكم اليوم فازت؟ ساندي. يوهو. الآن ساندي هي أجمل طفلة في تينتين لاند. لا، هذا ليس عدلا، لا أصدق. توقفي، لا تحزني، تينا حصلت على لقب ملكة القلوب. مؤسف، أردت الفوز حقا. يكفي، أطالب بإعادة عد الأصوات، هذا غير عادل. أمي أرجوك اهدئي، أشعر بالخجل. أنا أعارض، اتصلوا بالشرطة، سأقدم شكوى ضدكم. دعيني أخرجك من هنا. لا، أنا لم أنتهي بعد. أنت تفسدين العرض. لا لا لا، أتركاني. والدتها مجنونة. ارحلي من هنا ولا تزعجيني بالتباهي أمام الجمهور. أمي، ماذا فعلتِ؟ لقد أحرجتني أمام المتسابقين وجميع الجمهور. هل حقاً أحرجتكِ؟ بل أنتِ التي أحرجتني. ماذا؟ ولكن لا علاقة لي بالأمر. أنتِ ابنة عارضة أزياء مشهورة، يجب أن تكوني دائماً الأولى لأن والدتكِ كانت كذلك. ولكنني لا أستطيع الفوز دائماً. ولكن يبدو أنكِ غبية جداً على ذلك. حسناً، لترحل. سأظل الأفضل دائماً على أي حال، سأصبح عارضة الأزياء وليس ملكة القلوب. لا 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 لا. أوه، وصلت الصغيرة. حسناً، كيف كانت المنافسة؟ ماذا، هل كان سيء لهذه الدرجة؟ تينا، لماذا أنت جالسة؟ وفقاً لجدولك يجب أن تأكل الخضروات الآن. لن أكل الخضروات تلك بعد الآن، إنها بلا طعم. بل ستأكلين، يجب أن تكوني نحيفة وتتوهج بشرتك. لماذا جوين تأكل النوتيلا بالمعالق؟ إنها عارضة أزياء أيضاً. جوين ليست فاشلة مثلك، ولم تفشل اليوم في مسابقة أجمل ابنة مزارع. صحيح يا بنيتي، إنها أضحوكة. ماذا؟ ليس خطأي أنني لم أفز، لقد حاولت. ليس خطأك، لقد قمت برمي الشريط أيضا. أنت لا تعرفين أبدا ثمن الفوز. حسنا، هذا يكفي، كلي طعامك الآن. هل أنت فاشلة حقا لدرجة أنك لم تتمكني من الفوز في مسابقة بين فتيات القرية؟ سأفوز بمئة مسابقة أخرى، سترين. حسناً، الآن هيا أريني مشيتك. أمي، لقد رأيتها اليوم. بالضبط، أريد أن أرى الخطأ فيها. ولماذا لم تفوزي؟ أمي، أنا طفلة، أتظنين أنهم قيموا مشي؟ حسناً. يا له من عار، أنت تتمايلين. أوه، يا لك من فاشلة. اذهبي الآن إلى غرفتك وتدربي على الابتسامة بالعينين. أمي، أنا متعبة وأريد النوم. بسرعة. ابتسمي وبعدها أزيلي الابتسامة، ولكن أترك النظرة. سيء، سيء جدا. لم أفهم، كيف أبتسم بعيني؟ أنت لا تتبعين أخبار الموضة. هل رأيتي تعيير بانكس؟ و هي من اخترعت الابتسامة بالعين. هكذا يجب أن
تبهرين بنظراتك. أوه، وكأن نظرتك صحيحة. ولكني متأكدة يا أختي أن مسيرتك في هذه الأزياء لن تنجح لأنك غبية جداً. حقاً، ألا تعلمين؟ سأنجح في كل شيء، سأكبر وسأصبح عارضة أزياء فائقة الجمال. سأنجح بالتأكيد. هذا وعد. هل قلت شيئا؟ لا شيء، المكياج رائع. لا تهتمي بها فأختي مجنونة قليلا. جوين توقفي، لست في السادسة، سخريتك لا تؤثر علي. كم هي وقحة، والدتكما فتحت وكالة عرض أزياء خاصة بها لكي يكون هناك مكان واحد قبل هذه الفاشلة، وهي تظن أنها نجمة. صحيح صحيح، والدتنا تفعل كل شيء كي يتمكن شخص واحد على الأقل من رؤية تينا الموهوبة. لا أهتم بكم. لن نقبل هذا، إنها تسرق كل الاهتمام في العروض الأخيرة. إذا استمر الأمر هذا فستطردك والدتنا. لن تطرد، نحن بحاجة فقط إلى أن نحصل على عقود مع العلامة التجارية والتينا. لا، وكيف سنفعل ذلك؟ سنعطيها البدلة غير المريحة لنرى كيف سيكون أداؤها. اضحكن اضحكن، سأظل نجمة العرض على أي حال. مرحبا بالجميع، اليوم سنقدم لكم مجموعتنا المصنوعة من النفايات المعد تدويرها. أنا وجميع العارضات في تيم تيم نود حقا أن نحافظ على البيئة وأن تكون الملابس جميلة أيضا. رحبوا. كل شيء يسير حسب الخطة، إنها لا تستطيع حتى القيام بخطة في هذا الفستان. الآن لن يقدم لها أي دار أزياء عقدا. إنها تتباهى فحسب. يا للهول، الكل يصفق حتى كريستي. العرض كان رائعا، أنت ممتازة، أظن أن العقد مع شركة التجميل سيكون معك. شكرا أمي. إليس وإيفا أحسنتما أيضا، آمل أن تدعوكما مجلة برادا. وأنا يا أمي. أنت كالعادة، المشية ملتوية وكنت تنظرين إلى الأرض ووجهك ممل، لن يدعوك أحد. ولكن تلك المرأة من الصف أمامي كانت تنظر إلي. إلم أخطئ، هي من دار الأزياء. هل تعرفين من هي أصلا؟ إنها صاحبة دار الأزياء تيم تين، يلزمك الكثير إلى هذا المستوى. لقد وصلت بالفعل. آسفة، كنت أود الاتصال بك ولكنني لم أستطع المقاومة، لذلك جئت شخصيا. إن تينا نجمة مذهلة، أريدها أن تصبح وجه علامتنا التجارية. ماذا؟ أنا؟ ولكن مشي ما زال سيئا، وأمي تقول أن وجهي في الصور. لا لا، كانت قلقة فحسب، بل بالعكس، أنا أقول لها دائماً أنها فتاة موهوبة جداً. هذا عظيم يا تينا، هذه بطاقة عملي، أنتظرك في جلسة التصوير لمجموعتي يوم غد. مرحبا، شكراً لك. لا يجب أن يكون ذلك، أنا متأكدة أن هذه السيدة أخطأت في شيء ما. أنا موافقة، أنا متأكدة أنها أرادت دعوتك أنت. يجب أن نجعل لتينا هذه جلسة التصوير الأولى والأخيرة لها. بالضبط. تينا أنت رائعة، هذا مذهل. حسناً جوين، هل وجدتي؟ انتظري، المكان مظلم. هيا هيا، لا تتوقفي. هيا شدي. الصورة تبدو رائعة. لقد نجحنا والأمل نهرب. لابد أن هناك عطل، لا تذهبي بعيدا، سننتظر الكهربائي. سأذهب لأستنشق بعض الهواء. ماذا
فعلنا هنا؟ تتجسسنا علي؟ لدينا أمر عاجل، عليك الرحيل من هنا. ماذا؟ لماذا؟ قيل في الأخبار أن المبنى ملغوم. يا للهول، أنا خائفة. لذلك لنذهب بسرعة. ماذا عن جسد التصوير؟ ستلتقطين الصور لاحقا، حياتك أهم. هيا هيا أوروبا. حسنا، والآن اكتبي لكريستين نيابة عن تينا. نعم. آسفة، ذهبت إلى المنزل إن درجة حرارة مرتفعة. حسنا عظيم، والآن قم بحذر رقمها كي لا تتمكن من التواصل مع تينا. والآن لا توجد لدى تينا أي فرصة لتصبح واجهة تينا. أمي، ماذا تفعلين؟ بفضل تينا تمت دعوتي إلى السجادة الحمراء. واو، وما علاقة الكتب بالموضوع؟ وبرأيك كيف يجب أن أقف عليها؟ ألو كيتي، أنا كريستي، أتصل بخصوص ابنتك. ماذا هناك؟ هل تريدين أن تمدحيها؟ بشكل عام نعم، لقد حدث موقف غريب، رحلت تينا ولم تقل لنا أي شيء. ماذا؟ كتبت لي رسالة تقول أن حرارتها مرتفعة، أتصل بها ولكن لا ترد. كريستي أرجوك سامحينا، سأقوم بتسوية الأمر. سوف أعاقب تينا. أخبريني، هل يمكنك إرسال ابنتك الثانية كبديلة؟ هل أرسل لك جوين عوض تينا؟ بالتأكيد سوف تأتي قريبا. لماذا لا تتصل كريستي؟ لقد مرت بضعة أيام منذ جلسة التصوير. ربما يجب أن أتصل أنا، ولكن لا، ربما قد تكون كريستي مشغولة، فهي صاحبة دار الأزياء. حسنا، لنرى ماذا على الموقع. ماذا؟ جوين؟ يا لها من مخادعة، لقد أخذتني بنفسها من تلك الجلسة. الآن سأخبر أمي بكل شيء. أمي، يجب أن نتحدث فورا. أوه، تعافيتي، كنا نتصل بك جميعا. تعافيت؟ أنا لم أمرض. وماذا حصل إذن لكي ترحلي من جلسة التصوير لدار الأزياء تيمتين؟ لقد انطفأت الأنوار، وبعدها أتت الفتيات وأخبرنني أن المبنى ملغم وعلينا الرحيل منه فورا. أي فتيات؟ جوين وصديقاتها. يا للهول، جوين، يا للمخادعة، أعطني هاتفك. تقولين هنا أن حرارتك مرتفعة. أنا لم أكتبه يا أمي. كل شيء واضح، سأطرد جوين من هذه الوكالة، لقد سئمت منها، لقد حضرت جميع مكالماتك. وأخيرا فهمت يا أمي، جوين مخادعة. أعطني الهاتف، إنها كريستي. حسنا، الآن لا يجب أن تقلقي، قولي لها أنك مريضة جدا واعتذري. ألو، نعم، أشعر بتحسن الآن، شكرا لك. ماذا هناك؟ حسنا كريستي، بالتأكيد سآتي. لقد دعتني لقياس الملابس. لم نفقد كل شيء بعد. ياي، مالي، سوف أحصل على المزيد. لا شيء، اذهبي في الحال وأنا سوف أتعامل مع جوين. هذا لا يناسب على الإطلاق. تينا عزيزتي، وأخيراً أتيتي، كنت قلقة جداً على حالك. نعم، كنت مريضة جداً ولم أستطع الرد على الهاتف. لا بأس، الشيء الرئيسي أنك هنا الآن. زاك، أحضر لتينا بعض الملابس. أجل دقيقة. كريس، أنت هنا أيضاً، يا له من لقاء لطيف. يا لك من رجل. لقد اشتريت باقتين بالخطأ، وكأنني شعرت بوجود السيدتين جميلتين هنا. تينا، هيا تعرفي عليه، هذا ابن صديقي، والده يملك منصات النفط. تشرفنا، أنا تينا. إنها وجه علامة التجارية، قريبا سوف تصبح الأشهر. تينا عزيزتي، اذهبي وقيسي. أجل. مؤسف أن علي الذهاب، كنت سأطيل البقاء في حضورك الطيب. نعم تينا، هل ترغبين في تناول العشاء معي؟ أنا؟ نعم، لما لا؟ عظيم، إذن أراك في المطعم. أراك لاحقا. تينا عزيزتي، مع أنها كانت صدفة إلا أنكما أحببتما بعضكما البعض. لا أعرف، لأكون صادقة يجب أن أفكر. في ماذا ستفكرين؟ إنه ابن المليونير، هذا هو القدر. ربما أنت على حق، لم أصاحب الأثرياء من قبل. هذه هي بداية مستقبلك الرائع.
قريبا سوف يتغير كل شيء. أنا سعيد لأني قابلتك، شكرا لكريستي. وما علاقة كريستي؟ إنه القدر، لقد دخلت إليها بالصدفة ونحن التقينا. لا ما بك، هي من عرضت أن تعرفنا. ماذا؟ انسي الأمر، ما هي هواياتك؟ المحليات؟ تينا، هاي، ألا تنوي الرحيل؟ ألا ترى أنك تزعجنا؟ آسف، لم أقصد ذلك. حسناً، ما هي هواياتك؟ عارضة أزياء، لا شيء مميز. آسف، يجب أن أعدل المكياج. هو رقمي، اتصل. النساء أمورهن صعبة. إلهي، لقد تأخر. أتساءل أين تينا؟ كم هي جميلة. لا أستحق فتاة مثلها. ما رأيك؟ هل أعجبك العرض؟ كان مذهلاً. إذن هل توافقين على التنزه معي؟ بالطبع، أشعر بالملل الشديد بصحبة ذلك المليونير، والوقت معك سهل ومريح. دعينا نتنزه في الحديقة. أدركت أنني أحب الناس البسيطة منهم مثلك. غريب، أنت مشهورة الآن، يجب أن تكوني مع أصحاب الملايين. هذا ممل، أريد مشاعر صادقة حقيقية وليس الملايين. موافق، رغم أنني لست غنيا، لكن بالتأكيد سأضحكك. أرأيت؟ أنت ما كان ينقصني. آسفة، إنه من العمل. ألو؟ نعم، ماذا؟ بالتأكيد. ماذا حدث؟ آسفة، اتصلت كريستي صاحبة دار أزياء تنتين. ماذا أرادت؟ هناك بعض المشاكل في العمل، يجب أن أذهب في الحال. بالطبع، اذهبي. سنتقابل مرة أخرى، وداعا. وداعاً تينا. سيدة كريستي، ماذا حدث؟ مفاجأة! لا أفهم شيئاً، ما هذا؟ كريس يريد أن يخبرك بشيء ما. كريس، يا للهول! لا! تينا، أنت فتاة رائعة، تلك التي أحتاجها. أنا؟ تصبحين زوجتي تينا. إن رفضته فسوف تحزن كريستي جدا، وهي أرادت أن نكون معا. حاولت بجهد جمعنا. أنا موافقة. سنقيم حفل زفاف قريبا، الأفضل في المدينة. مسكين نت، ماذا سيحدث له إن عرف الأمر؟ اليوم سيتحد قلب محبين. لقد اجتمعنا هنا. لحظة، أعطوني مشروبا، أعطوني مشروبا، في النهاية أنا ألقي الكلمة. يجب أن ننادي النادل. أيها النادل! نت، إنه هو تينا، من أحب تتزوج ولم تخبرني بشيء. ربما لا يستطيع العثور على مكان لنفسه. يا للهول! قفي باستقامة كي تكون الصور جيدة. حسناً، ليعيش الشابان طويلاً. والآن أريد أن أعلنكما أنكما توقفوا. لن أصبح زوجته. ماذا؟ تينا عزيزتي، ماذا يحدث؟ أنا لا أحب كريس. تينا، إذا لم تلتزمي الآن بالصمت فسوف. أنا أحب نت، ولن أتزوج من لا أحبه. ستندمين، والدي سيتأكد ألا يتم دعوتك لأي أرض في العالم. أنا لست خائفة منك، افعل ما تريد، ولكنني سأبقى مع نت. تينا، ما الذي سنفعل؟ سنهرب. هيا، كيف تجاهلتها؟ لا أحد تصرف منها.
يبدو أن اليوم سيرة أختي انتهت تماماً. جوين، هذه هي فرصتك للعودة إلى الوكالة. أمي، ماذا تفعلين؟ هذا عقدي. هذه نهاية مسيرتك المهنية يا تينا. أنت لم تعودي في وكالتي بعد الآن، هل تعلمين ما معنى هذا؟ لقد طردتني. ليس هذا فقط، هذا يعني أن جميع الوكالات الأخرى لن تقوم بتوظيفك مرة أخرى، ولن تود أي علامة تجارية في رؤية وجهك. لقد بصقت في وجه كريستي عندما هربت من حفل الزفاف، لذلك انسي هذه المهنة. حسناً، متى ستتوقفان عن السخرية مني؟ وبالإضافة، جوين ستعود إلى الوكالة في مكانك طبعاً. كنت أعرف ذلك، أنت تنسين التصرفات السيئة بسرعة يا أمي. ما فعلته أسوأ بكثير، كان من الممكن أن يدمر سمعتي. لنذهب يا أمي، أنا سمعتك الآن. سأفقد كل شيء حقاً؟ فقط لأنني أردت أن أكون سعيدة؟ نعم، لقد بلغت 25، ولكن دعونا لا نتحدث عني. هنينا يا جوين، أنت نجمة كبيرة الآن. يكتب هنا أن تينا كانت فقيرة وتعيش في مكب النفايات. ابتسامة جميلة، ابتسامة جميلة. واصلي واصلي كيتي. جوين، طاب يومكن. أردت أن أناقش معكما عرض دارينا في العرض التالي. ليس الآن، أنا مشغولة. أوه. يا إلهي، لماذا أنت تلتقط الصور ببطء؟ الكاميرا لا يمكنها الإسراف في التصوير. هاي، لا تجرؤ على النقاش مع ابنتي، إنها نجمة كبيرة وأنت لا شيء. كيف تتكلمين بنبرة كهذه مع مصورك؟ لقد تعبت من الأمر. قومي بتأديب ابنتك. أوه، أين هي؟ يبدو أنها هربت منك، فأنت مزعجة جداً. واضح، يجب أن أناقش العرض مع تلك الوقحة. سأذهب للبحث عنها. واو، كنت لأرتدي فساتين كهذه، والآن ليس لدي شيء. كم أود تجربة ملابس ديور على نفسي. مسكينة، سمعت أنك تعيشين بشكل سيء للغاية. نعم، ولكن لا تتظاهري أن هذا يهمك. ما الذي تقولينه؟ بالطبع يهمني. خذي كل أشيائي، خذي برادا وبالنسياغا. حقا؟ ألا تمزحي؟ جوين، شكرا لك، ولكن لماذا؟ ظننتك لم تحبيني أبدا. الفرحة على وجهك المسكين. أوي، أين اختفى؟ ماذا؟ كيف تجرؤين؟ انظري إلى وجهك، وجهك يقول أنك ستبقين فقيرة إلى الأبد. تقبلي هذا. لا، خذي هديتك، أنا لا أحتاج إليها. صحيح، لأنك لن ترتدي البرادا في مكب النفايات. نت، لا أستطيع تحمل ذلك. جوين المزعجة لم تدمر حياتي فحسب، بل شاءت تسخر مني. أنت من دمرت حياتك المهنية. أنا؟ لقد فعلت ذلك من أجلك. هاي، لا ترمي الطعام وإلا ما ستأكلين في المساء. أريد حياة طبيعية، شراء الملابس الغالية والذهاب إلى المطاعم وصالة الألعاب. إذن اذهبي واكسبي المال، ماذا تنتظرين؟ ظننت أنك ما ستكسب المال، فأنت زوجي. دعيني أذكرك أنني أعمل بالفعل 3 نوبات كنادل، وأنت لا تفعلين شيئا. لأنني أستطيع فقط أن أكون عارضة أزياء، لم أدرس أي شيء آخر. إذن اذهبي وابحثي عن وظيفة. ظننت أن المال يسقط من السماء، لا، عليك إيجادة كسبه. إذن أنت هكذا، هل تظن أنني كسولة؟ واضح. لا أظن هذا، لقد اخترتني بنفسك، كان ممكن أن تكون مع مليونير. ولكنني أحبك، أريد أن أكون معك في الحزن والفرح. الأمور ستكون بخير، الحظ سيبتسم لنا. من هناك؟ ادخل.
ماذا؟ كريستي، كيف عثرت علينا؟ لقد رأيتك أنت وجوين في المتجر وقمت بتتبعك. لا أود أن يراني أحد في هذا المكان. نعم، أنا أرى أن حياتكما صعبة بالفعل. لا بأس، سأنجح. سامحيني على ذلك الموقف، لم أستطع الزواج بالإجبار. لا بأس، أنا لست غاضبة. حقا؟ أدركت أن ذلك كان قرارا صائبا من جانبك، وأنه كان عليك الاختيار بقلبك. شكرا يا كريستي. بالمناسبة، لماذا أنت هنا؟ لا أستطيع النظر إلى ما حدث لك. أريد أن أدعوك لتصبحي وجه علامة تجارية مجددا. ماذا؟ ولكن كيف؟ لقد تم إلغائي في كل مكان، حتى والدتي لا تريد العمل معي. وأنا أريد. أنت تستحقين أن تكوني على جميع الأغلفة وليس هنا. لنذهب بسرعة. وأنت أيضا. لماذا عقدي طويل هكذا؟ أسيكون لدي الكثير من المسؤوليات؟ ألست سعيدة؟ ستكونين على كل غلاف وعلى كل صفحة من صفحات المواقع وعلى زجاجات العطر أيضاً. ما هذه المستندات؟ لا تبدو وكأنها عقد. لا تهتمي، هذا لا شيء، مجرد أوراق. ولكن قيل أنني يجب أن أصبح رئيسة. لم أقرأ المزيد. لا داعي لذلك، لا شيء مهم هناك. بما أنك انتهيت من العرض، اذهبي لوضع مكياجك، العرض سيبدأ قريبا. عرض؟ نعم، قررت الاحتفال بعودتك إلى مجال عالم الأزياء بمجموعة جديدة. كريستي، لم أقل لك شكرا أبدا. على ماذا؟ لكل ما فعلته من أجلي، أنت مثل والدتي. اليوم بلغ عمر دار تيم تين للأزياء 100 سنة، ولكن هذه ليست الحفلة الوحيدة. أهم خبر هو أن تين عادت إلى مجال عرض الأزياء، وسوف تصبح الآن وجه دارنا مجدداً. وفي هذا اليوم أريد أن أقدم لكم مجموعتنا الرياضية الجديدة. صاحبة دار أزياء تلتين، أريد أن أشكر كل واحد وخاصة كريستي لأنها من مدت لي طريق النجاح. ماذا سنفعل بهذه؟ مرحبا ابنتي. أمي. حسنا، هل العمل كثير؟ نعم، نعمل على مجموعتنا الجديدة. من كان يظن أنني سأقف هنا بعد كل هذه السنوات في مكان كريستي؟ تستحقين ذلك سيدتينا. هل ستنظرين إلى رسوماتي؟ لقد رسمت بضع فساتين رائعة. بالطبع يا زاك، ضعها على الطاولة. ولكن لدي عمل لم أنهي بعد. تنظرين مجددا لوصية كريستي؟ نعم، أحتفظ به للحظ. عندما حصلت عليه في الشباب لم أكن أتخيل حتى ما هذا. نعم، كريستي تركت لك دار أزيائها، هذا جنون. لنذهب، علينا القيام بشيء. هيا تعال، سأعرفك على شخص ما. شكرا لك يا كريستي، لقد غيرت حياتي تماما. لولا وجودك لم عرفت ما كان سيحل بنا. أعطتك فرصة لتصبحي، من حلمت أن تكوني دائما. ولم أضطر للذهاب ضد رغباتي. شكرا يا كريستي، الآن بفضلك أستطيع أن أقول بكل فخر أنني أصبحت عارضة أزياء. أمي، أبي، سأصبح أفضل عارضة أزياء وستكون فخورا بي. في الواقع هذه مزحة، لا يمكنكم المجيء والجلوس معنا هنا.
على الرغم من أننا نود جداً أن نعانقكم بشدة كبيرة. نعم عناق، والجلوس نعم معكم هنا على هذا السرير والتحدث معكم، ولكننا نأمل أن هذا قد يحدث يوماً ما. ما رأيكم بحلقة اليوم؟ ما هي انطباعاتكم؟ ماذا عجبكم؟ ماذا لم يعجبكم؟ وأنتم ما رأيكم في حلقة اليوم؟ لقد استمتعت بها حقا. هل تتصورون أن تينا في عمر السادسة كانت تعرف ماذا تريد أن تصبح عندما ستكبر، وكانت تسير نحو ذلك بجهد، وكانت تعمل لتحقيق حلمها حقا؟ انتظري دقيقة دقيقة، أريد أن أطلب من المتابعين كتابة ما رأيهم في الحلقة، هل أعجبتهم أم لا؟ لأننا نحب حقا قراءة تعليقاتكم جدا جدا، وإن كان عددها كبيرا فنحن نجتمع جميعا في الغرفة ونبدأ نعم في قراءتها. نعم، وهذا قد يستمر لفترة طويلة جدا، نحن مهتمون حقا. اكتبوا ما رأيكم موضوع الحلقة والشخصيات والأفكار. حسنا، والآن واصلي. حسنا، في الواقع هذا رائع، إنها السادسة عرفت ماذا تريد أن تكون. على سبيل المثال أنتم في سن السادسة، هل كنتم تعرفون أنكم تودون التمثيل؟ نعم، هي رائعة حقا، من الجيد أنها حددت لنفسها هدفا وسعت إليه بإصرار وحققت كل شيء. إنها رائعة حقا، لأن الأمر صعب جدا والقليل من الناس من يمكنهم نعم القيام بذلك، لأن الجميع كان لديه أحلام في الطفولة وبعدها تحطم كل شيء وأصبحنا لا أعرف ماذا. بالإضافة إلى ذلك كانت تتعرض إلى التنمر باستمرار، إن كان يمكننا قول نعم ذلك، من ناحية المقربين إليها من جهة والدتها. ولكنها نعم لقد جعلت وآلهم أيضا واصلوا ولا تسمعوا لأحد، اسمعوا لأنفسكم وانطلقوا نحو الحلم، نحو نداء القلب. حسنا، ماذا أردتنا أن تكون في عمر السادسة؟ ذلك للتالي. نعم، هيا أخذته من لساني. ماذا لديك أن قصة؟ أنا؟ حسنا، كان عمري حوالي 6 إلى 7 سنوات، والدي كان يشاهدني فيلما وأنا كنت ألقي النظرة من الجانب قليلا لأنهم لم يسمحوا لي حينها باستخدام الأجهزة، وكان هذا الفيلم عن قطاع الطرق، ولكن كانوا نبلاء. مثل روبن هود جيدة. مثل هل هناك مثلهم؟ مثل اللصوص؟ نعم، روبن هود. ولسبب ما تذكرت هذا وأردت حقا أن أصبح مثلهم، لا أن أصبح قطيعة طريق بل أن أكون شخصا جيدا، أن أنقذ الناس، ولكني لم أصبح بعد، ولكن كل شيء في المستقبل، المستقبل أمامي. وأنا منذ الطفولة كنت أرغب في أن أصبح مغنية، كنت أنظم حفلات موسيقية لوالدي وكنت أغني كثيرا، أردت أن أذهب إلى جميع العروض لكي أظهر صوتي، وأخبرني والدي كريستي لا. وانتهى الأمر. لماذا هل وصلت الغناء؟ لا، أجل لقد تحطم حلم طفولتي إلى أجزاء. كما ترون لم تستمعتنا إلى والدتي. أنتم إن كان لديكم هدف فواصلوا الذهاب إليه ولا تسمعوا لأحد، لأنكم قد تنشهرون لاحقا وقد تصبح هذه مسيرتكم المهنية. هكذا وهكذا إن كنتم تريدون حقا أن تصبحوا. نعم، الشيء الرئيسي هو أن تفعلوا ما تحبونه. 100%. إن عملتم في المكان الذي لا تحبونه فلن تنجحوا في شيء. أجل، وتذكروا دائما أنني كنت أحلم أن يكون زوجي قاطع طريق لذلك. لقد اتفقنا. نعم لقد اتفقنا. لكن فيما يتعلق بالتمثيل فهو أيضا مثير جدا. في القصة التي كانت تتعلق بصوتي استمعت لكلام والدي، لأن والدي أخبرني فقط بأن لدي صوت عادي تماما ولم أعارض، ولكن فيما يتعلق بالتمثيل قررت بعد ذلك أنني أريد أن أصبح ممثلة، وقال لي والدي لا، يمكنني أن أدفع لك أي مدرسين خصوصيين، رياضيات، إنجليزية، أي شيء، ولكن ليس أي نشاط إبداعي، ليس التمثيل. ذهبت إلى جدي وقلت له أنا أريدك أن تعطيني مال كي أتمكن من الذهاب إلى مدرسة التمثيل لكي أبدأ في التمثيل. وعندما بدأت فعليا في الأمر شعر والدي بالكثير من الخجل لأنني أفعل ذلك وهو لا يدفع لي الثمن، ومن ثم جاء إلى المسرحية الأولى ورأى أنني بدأت في التصوير، وها أنا الآن معكم في تيم تين. إلهي، هنا قصة رائعة. نعم، ما كانت الأمور. أنا معجب جدا أن كنا من الطفولة منذ المراهقة عرفتنا ماذا أردتنا أن تكون. تينا التي عرفت في سن السادسة ماذا تريد، وقصة أن تصبح قطيعة طريق ليست مبهرة حقا. لكن آسف، أرجوك سامحني، هذا مجرد سؤال مهم، هل تعرفون ماذا تريدون أن تصبحون عندما ستكبرون؟ يعني
ربما قريبا. اكتبوا من فضلكم في التعليقات، سنجلس في المساء وسنقرأ هذا. نعم، ولكن إذا كنتم لا تعرفون فلا تقلقوا بشأن ذلك، لأنني أعرف كم صعب عندما لا تعرفون ماذا سيحدث بعد وماذا تريدون أن تكونوا. فالناس في سن الأربعين يفهمون فقط أنهم يريدون الرسم ويبدأون الرسم وكل شيء ينجح معهم وتنجح مسيرتهم المهنية. لذلك هدأوا ومنحوا أنفسكم الوقت، قوموا بدراسة ما يعجبكم وما لا يعجبكم وسيروا نحو ذلك بشكل تدريجي. فلكل شيء وقته، ولا تقلقوا إذا كنتم لا تريدون أي شيء بعد. الآن دعونا نستمع إلى دوني. شكرا. لكن لم يعد الأمر ذا سهلة. بشكل عام يا رفاق، استمعوا إلى أنفسكم، استمعوا إلى قلوبكم، وإن احتجتم فجأة إلى الدعم في طريقكم فتذكروا أننا عائلتكم وسندعمكم بالتأكيد، وأننا نحبكم كثيرا ونحن نقرأ جميع تعليقاتكم. جدا. لهذا السبب اشتركوا في القناة ولا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي تصلكم جميع فيديوهاتنا الجديدة. وماذا أيضا؟ نعم، لا تنسوا أن تشاركوا هذه الحلقة مع جميع أصدقائكم. والآن نود أن ننتقل إلى المقاطع المضحكة. هذا ليس عدلا، اتصلوا بالشرطة سوف أقدم. مبكر خرجنا مبكرا. لا مرة أخرى. مجددا. هل هذه العربية؟ إنها لغة تمتان. شراء الملابس والذهاب إلى المطاعم، وما هذا؟ صحيح، الرياضة. كيف نسيتي؟ لنعد. لدينا مشكلة بسيطة. هي بخير، هي حقا بخير. لقد كسرت الكعب. كسرته؟ شكرا كريستي. وما علاقة كريستي؟ وما علاقة كريستي؟